السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معكم إن شاء الله في محاضرة جديدة من دورة تمديدات كهربائية. المحاضرة هاي بتتكلم عن القواطع الكهربائية، هي جزء أول مع المهندسة آمنة سعد عواد. إن شاء الله هنتكلم في هاي المحاضرة عن القاطع الكهربي، تركيبه وفكرة عمله. أولا القواطع الكهربائية، زي ما بنلاحظ في الرسم في عنا أكثر من نوع، في سينجل فيز، في 2 بولز، في 3 بولز مع نيوترال، وفي هنا نوع أكثر تعقيدا اللي هنتعرف عليه فيما بعد الـ MCCB. السؤال اللي بيطرح نفسه، لماذا نستخدم القواطع الكهربية؟ القواطع الكهربية ما أهميتها القواطع الكهربية لنا حتى إنه إحنا ندرسها؟ القواطع الكهربية هي أحد وأهم أجهزة الحماية في المنظومة الكهربية، فهي تعمل على حماية الدوائر الكهربائية في حالة حدوث قصر أو شورت سيركت اللي بينتج عن انهيار عازل الكابلات مثلا، أو قطع في الكابلات وحدوث تلامس بين موصلات الكابل، أو تساعد في فصل الدوائر الكهربائية في حالة زيادة التحميل overload. يعني في حالة انه الدائرة الكهربائية صار فيها short circuit او overload، بيقوم بفصل الدائرة الكهربائية وحمايتها من الاشتعال وحماية ايضا الكابلات. نتعرف على تركيب القاطع الكهربائي. القاطع الكهربائي اللي احنا شايفينه في الرسم تقريبا من اشهر القواطع الكهربائية، هذا الـ MCB 16 أمبير. وهنلاحظ انه التركيب اللي بداخله تقريبا هيكون كومن في معظم القواطع الكهربائية الا بعض الاختلافات. اول شيء الملامس المتحرك. الملامس المتحرك وهو من مادة موصلة للكهرباء، وظيفته الوصل المباشر بين اطراف المصدر الكهربائي واطراف دائرة الحمل. هذه هي مصدر اللود اللي بنشبك معها اللود، وهاي هي مصدر التغذية، وهذا هو الكونتاكت المتحرك. هنا في وضع اون واصل عنا مع الكونتاكت. في جزء تاني اللي هو الملامس الثابت، وهو ايضا من مادة موصل الكهرباء، ووظيفته مشتركة مع الملامس المتحرك اللي هو هذا. هذا الجزء هو ملامس ثابت، وهذا الجزء ملامس متحرك، وظيفتهم مشتركة مع بعض في الوصل بين أطراف المصدر والحمل. الجزء الميكانيكي وفي حالتنا هاي هو عبارة عن قلب حديدي لملف مغناطيسي اللي هو هذا الجزء، وهنتعرف على الميكانيزم بتاعته. وظيفته انه بيتحكم بحركة الملامس المتحرك، بيتحكم في هذا الجزء. لما يصير اوف بنلاحظ انه جذبه هنا وتنفصل الدائرة. جزء اخر وهو الجزء الكهربي، وهو اما محرك كهربي او ملف مغناطيسي، وظيفته اعطاء اوامر الفصل والوصل للجزء الميكانيكي. وعادة هذا بيكون في دوائر التحكم لانه بياخد اشارة حتى يعطيني on او off. العازل بين الاقطاب، وهو حاجز يمنع التماس بين الاقطاب بسبب الشرر الكهربي، وهذا مهم جدا. وهيو هنا عنا في هذا الرسمة، وظيفته انه بيمنع التماس بسبب الشرر الكهربي. شو سبب الشرر الكهربي؟ سببه اللي هو عملية الفصل والوصل بين الكونتاكتس بيؤدي لشرر كهربائي، فمهم هذا العازل حتى يفرق الشرر الكهربائي وما يتمش احتراق الأقطاب. وطبعا في ملاحظة انه نوع العازل يعتمد على شدة التيار المار خلال القاطع. كل ما زاد التيار المار خلال القاطع بنلاحظ انه صار العازل اكثر تعقيدا. مبدأ عمل القواطع الكهربية، في عنا اكثر من مبدأ. نشوف المبدأ الأول وهو مبدأ القاطع الحراري أو Thermal Overload. نلاحظ كيف بيشتغل. عندنا هاي شكله،
هذا شكل من أشكاله، فيه عدة أنواع، وهو يستخدم لحماية الأجهزة غالبا الموتورز من ارتفاع شدة التيار الكهربي بسبب انخفاض الجهد أو حدوث قصر. إذا هو بيحمي الموتورز من ارتفاع شدة التيار الكهربي. ما سبب ارتفاع شدة التيار الكهربي؟ بسبب انخفاض الجهد، وهي ملاحظة مهمة جدا، لأنه الموتورز أو أي جهاز له باور بيحتاج باور معينة، فإذا صار في خفض، إحنا بنعرف إنه الباور هي بتساوي في أي، فإذا صار في خفض في الفي لازم أعوضها من وين؟ من الأي. فبنلاحظ إنه صار ارتفاع في سحب الكرنت، وبالتالي ممكن يؤدي إلى احتراق الكيبلات والكونتاكتس أو حدوث قصر بين الأقطاب. ويتم معايرته على التيار المطلوب للموتور. بنلاحظ هنا المؤشر هذا بنعاير منه التيار المطلوب للموتور. مثلا بيحتاج الموتور على فرض نحكي بده 30 أمبير، فإذا زاد عن 30 أمبير بيتم فصل القاطع مباشرة. فكرة عمله بنلاحظ في الرسمة هنا، هاي الكونتاكت الثابت، وهذا الكونتاكت المتحرك، وهاي الباي ميتاليك اللي هو الملف الحراري. في حالة الوصل بتكون موصل الكونتاكت المتحرك مع الكونتاكت الثابت، وبيتم توصيل التيار الكهربي. في حالة انه زاد التيار الكهربي اللي مار فيه الملف الحراري، لاحظ انه له درجة حرارة، معامل حراري معين، اذا زادت هذا الحرارة عن اللي بيتحملها الملف الحراري، بلاحظ انه بصير تمدد، زي ما احنا شايفين هاي تقوس، هنا ستريت، هنا صار تقوس، فبالتالي سحب معه الكونتاكت المتحرك وتمت عملية الفصل. بنلخص الكلام اللي حكيناه، انه عند ارتفاع شدة التيار المحرك ترتفع درجة حرارة الملفات الحرارية، مما يؤدي إلى تمددها، ويؤدي هذا التمدد إلى تحريك الملامس المتحرك. تحريك هذا الجزء طبعا يؤدي إلى فصل النقاط التلامس داخل هذا القاطع. أما بالنسبة للقاطع المغناطيسي كما في الرسم، بيكون في قلب من الحديد المطاوع ملفوف عليه سلك على شكل ملف، وبكون موصول بمصدر جهد مستمر دي سي أو ممكن اي سي حسب نوع الجهاز. هذه الفكرة موجودة غالبا في الكونتاكتور والريلي، تعتمد على التأثير المغناطيسي للتيار الكهربائي. فعند لف سلك حول قلب من الحديد المطوع لعمل ملف وتوصيل هذا الملف بتيار دي سي أو اي سي طبعا حسب نوع هذا الجهاز، شو اللي بيصير عنا؟ بتحول القلب الحديدي إلى مغناطيس، فيجذب أنقاط التلامس معه، بإزالة التيار الكهربي تزول المغنطة عن القلب الحديدي. أما بالنسبة للقاطع الحراري المغناطيسي، اللي معظم القواطع اللي بتكون في الدوائر الكهربية من هذا النوع بسموه ثيرمال ماجنتيك. اولا المبدا الحراري الاوفرلود، وهذا تم شرحه سابقا في حاله الوصل. حكينا الملامس المتحرك بيكون وصل مع الثابت، وبيتم مرور التيار الكهربائي. اذا زادت التيار المارر في الملفات الحراريه بيؤدي الى تمددها، وبالتالي سحب الملامس المتحرك وفصل الدائره. اما المبدا المغناطيسي، وعاده هذا بيصير في الشورت سيركت، بيفصل القاطع إذا حدث تماس في الدائرة الكهربية نتيجة عطل كهربائي، مما يؤدي إلى مرور تيار كبير جدا في القاطع. هذا التيار الكبير شو بيعمل؟ بمر ضمن ملف مغناطيسي يوجد في داخله قلب متحرك، ينتج عن مرور هذا التيار الكبير في الملف توليد مجال مغناطيسي يؤدي إلى سحب القلب المتحرك الذي يدفع ذراع الفصل في القاطع فيفصل القاطع. كما نلاحظ في الرسم، في الوضع الطبيعي في توصيل الكونتاكت المتحرك مع الثابت، في حالة مرور تيار كبير في هذا الملف المغناطيسي بتم جذب الكونتاكت المتحرك
وبالتالي يتم عملية الفصل. هنشوف في هذا الفيديو إن شاء الله مبدأ العمل القاطع الحراري، هنشوف كيف لما يتعرض هذا القاطع للهب شو هيصير فيه. بنلاحظ في الفيديو تعرض للهب فصار تمدد للباي ميتاليك كونتاكت الثابت، فجذبت او رفعت هذا التمدد، رفع الكونتاكت المتحرك لاعلى فتم الفصل زي ما بنلاحظ هنا. فبنلاحظ لما يروح الحرارة عنه التأثير الحراري بتم خفضه. مرة ثانية بنشوف مع الحرارة صار تمدد للكونتاكت هذا الباي ميتاليك، تم رفع الجزء المتحرك وتم الفصل، ومن ثم إعادة الوصل تاني بعد ذهاب الحرارة. وفي هذا الفيديو التاني هنتعرف على آلية عمل المبدأ الحراري المغناطيسي. في الرسم بنلاحظ انه التركيب بتاعه اللي شرحناه السويتش ليفر كونتاكت ميكانيزم ميتال كونتاكت تيرمينال باي ميتاليك ستريب كالبريشن سكروز سولونويد. فالفكرة هي بنلاحظ في حالة الاوف مود الكونتاكت المتحرك مش موصول مع هاي عنا المصدر التغذية وهذا الحمل، فالكونتاكت مش موصول كان في الحالة الأولى. في حالة الاون مود صار، في حالة الاون مود صار في وصل وتم مرور التيار الكهربائي من مصدر التغذية للحمل. هنتعرف على نقاط مهمة جدا في مواصفات القاطع الكهربائي. النقطة الأولى اللي هي rated current، وهذه من أهم النقاط اللي بنحدد فيها القاطع الكهربائي. rated current وبيكون بالأمبير عادة، وهي أقصى قيمة يمكن أن تمر خلال القاطع باستمرار، مهمة، باستمرار دون أن يفصل. أقصى قيمة للتيار ممكن أنها تمر خلال هذا القاطع بدون أنه يفصل، وهي بالأمبير، ولها قيم قياسية كما نلاحظ من 16 ل 6300 أمبير. النقطة الثانية وهي مهمة جدا، سعة تيار القصر وتكون بالكيلو أمبير، وهي أقصى قيمة للتيار يمكن أن يتحملها القاطع في حالة القصر دون أن يحترق، وهي قيم عالية جدا وتكون لثوان معدودة. وأشهر القيم القياسية 3 6 10 15 22 ل 100 كيلو أمبير اللي احنا شايفينها هاي القيم. وبدنا نحكي ملاحظة مهمة انه سعة تيار القصر في تركيب القاطع أهم من ريتد كرنت في من ناحية التعقيد. يعني كل ما زادت القاطع الكهربائي سعة القصر له كل ما زاد التعقيد، وكل ما كان أغلى أكثر ما إنه نحكي الفرق بين 6 أمبير و 40 أمبير. الفرق بالنسبة لسعة تيار القصر بين القواطع بيكون فرق ملحوظ وكبير جدا. وهيك بنكون وصلنا معكم لنهاية الجزء الأول من القواطع. بتمنى إنها كانت محاضرة ممتعة واستفدتوا منها، فإذا عجبتكم ياريت تعملوا لها لايك وشير. وإن شاء الله المحاضرة الجاية الجزء الثاني هنتكلم عن أنواع القواطع الكهربية من حيث جهد التشغيل، وأنواع القواطع الجهد المتوسط وقواطع الجهد المنخفض، وهنتكلم كمان عن أمان الحياة والفيوزات. فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.